من الأطفال والأطفال وإن شاء الله بنصح حد يعني اللوم عليه إذا كان كونيلات كلمته ويجاب أصدارها أصبحوا مناصرين لقضية أبنائهم في ما يتعلق بالدولة العامة. طبعاً برحب بجميع سعيدة بوجود بناتكم زيكم فيش فرق تحميل طبيعي هذا ما عادش في طبيعي على طبيعي ما عادش في سوي على سوي ما فيش مصطلحات for all احنا كلنا سوا في حاجات معينه تختلف بتنوعنا نتعايش كملت مع الطاقه وحاولت انا اتحدث به اللي هو انسان متخصص وهي في مارس المهنه هذه أنا الدكتورة سامية أحمد بريش بصفتي مديرة مشروع الورشة باسم مناصرة أشخاص ذوي الإعاقة أتقدم بالشكر لنادي طرابلس لاستضافة هذه الورشة التي كانت لمدة 5 أيام حيث أن من أهداف هذه الورشة هي مناصرة حقوق أشخاص ذوي الإعاقة وكان شعارنا إن لأن حقهم حقنا ومستقبلهم مستقبلنا فنحن معا لمناصرتهم وبتنوعنا طبعا نتعايش وتناولت هذه الورشة محاور عديدة تهتم لأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الحقوق والمفاهيم العامة وبما وصل به في بلادنا ليبيا من حقوق ومناقشة اهتمامات ونشاطات أشخاص ذوي الإعاقة وطبعا طلعنا من خلال هذه الورشة لمدة 5 أيام بمشاركة مع منظمات المجتمع المدني وأيضا تضمنت مكاتب تمكين ومكاتب التمكين في الوزارات لأشخاص ذوي الإعاقة اللي هو مكتب مثل مكتب الفئات الخاصة وأيضا مكتب التمكين ودعم أشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الصحة ووزارة السياحة وشاركوني في هذه الورشة بحيث إن احنا طلعنا من خلال مشاركاتنا بتوصيات بإذن الله راح تكتب على هيئة تقرير نهائي لتقديمها للجهات الاعتبارية لكي نناصر هذه الشريحة وكيف ما قلنا لأن شعارنا انضم معنا لتعرف عنا ولأن حقهم حقنا ومستقبلنا مستقبلهم وبتنوعنا نتعايش بإذن الله سوف نجد النتائج الحسنة في بلادنا الحبيبة وبارك الله فيكم. شوف المكاتب الشادة مكاتب الدعم شوف فئة الخاصة على مستوى ليبيا شوفوا المكاتب الشادة مكاتب الدعم النفسي المكاتب الشادة منعش في التخصص الثاني في مجالي يعني حتى لما نطلع نعطي محاضرة أو نمشي لأحد المدن أول ما نسأل سؤال تقول لي أنا إنجليزي أنا فيزياء أنا لو نجي نسألها على أساسيات الشخصية مش فاهمة ولا حاجة. دكتورة آمنة حمودة دكتورة بيطرية في المركز الوطني للصحة الحيوانية مبتورة اليد اليسرى طبعا هذه الورشة عنوانها مع لمناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر كورشة تعارف نتعرف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتعددي الإعاقة حركية وعندنا الفئات السمعية والبصرية وعندنا حتى مبتوري أو فقيدي الأطراف نبيهم يهتموا بفئة المعاقين لأن فئة مهمشة جدا ويدعموهم في المجتمع يوفروا لهم جميع إمكانيات الحياة ويعطوهم حقهم في التعليم في الصحة في العمل. أنا سارة بريش طالبة بكلية القانون جامعة طرابلس ومناصرة في هذه الحملة اللي هي حملة مناصرة ذوي الإعاقة. استفدت من هذه الحملة الكثير والكثير بالرغم من أني حقوقية وعلى دراية بحقوق وواجبات ذوي الإعاقة ولكني حقيقة كوني تلقيت بمجموعة لا بأس بها من المعاقين
واستفدت منهم يعني على كون يعني النقص اللي هم يواجهوا فيه في دولتنا. فعرفت الكثير والكثير ولله الحمد. هذه الحملة كانت في المستوى الممتاز، حتى أن الأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا وعرفوا وتعرفوا على حقوقهم، وما يعني كيف أن هم يوصلوا صوتهم للسلطات المختصة.